في يوم من الايام صحينا على صوت حرب. طلعت من بيتي ورحت على بيت اهلي، ومن بيت اهلي قعدت هناك اساس ان انا احس بالامان، بس هل ما فيش امان؟ طلعت انا واهلي من كل بيت حنون، اجاه تهديد بالاخلاء. جيت على مدارس المعسكر، انا حامل كنت بالشهر التاسع، عايشنا ليل ورعب بشكل مش طبيعي. انا بصراحه مش قادره ارضعها بنتي، انا بتعتمد على الحليب الصناعي، حتى حليب صناعي ما فيش. حتى اليوم رحت ادور على حليب ما لقيتش حليبه في الصيدليات. بتمنى ان شاء الله انه ارجع على بيتي، انا عارف انه بيتي مقصوف، بس انا بدي ارجع على بيتي، بدي احس بالامان، بدي نفسيتي ترتاح، بدي الحرب تخلص. والله تعبنا، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، والله تعبنا. نفسي بس اروح افرح في بنتي، نفسي احس حالي ام. هادي بكري، هادي اول ولادي.